مع قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم في الجولة رقم 16 من مباريات بطولة دوري نجوم كيو ام بي. يعود الدوري بعد توقف الشهرين الماضيين، يعود وليس كأي عودة. في هذه المرة الكثير من الأشياء تغيرت والكثير من الأمور تبدلت على مستوى هذا الدوري. أصبح دوري نجوم قطر أو دوري نجوم كيو ام بي هو دوري أبطال آسيا، هو دوري الآسيات. يعود الدوري والمدرجات لا زالت تفتقد الحضور الجماهيري، لكن بكل تأكيد خلال فترات قليلة قادمة الأمر سيتأثر أو سيؤثر إيجابيا على مستوى الحضور في المدرج وعلى مستوى كرة القدم ومباريات الأندية في بطولة الدوري. يعود الدوري ويعود بانطلاقة قوية جدا من خلال مباراة الديربي الريان والعربي، ديربي الزمن الجميل. يعود الدوري والعربي متجدد بحلته الجديدة هنا من خلال أحداث هذه المواجهة بعد العديد والعديد من التغييرات، أبرزها في هذا الرجل هايمر هالغريمسون المدرب الإسلندي الذي يقود النادي العربي. وفي الجانب المقابل هذا الرجل أيضا بولان تويغون الذي جاء بديلا للأرجنتيني أروا بارينا الذي حقق لقب بطولة السوبر مع انطلاقة منافسات هذا الموسم. يعود الدوري والوضعية مختلفة تماما، ونتمنى بحول الله أن تتغير للأفضل خلال الفترة القادمة بعد أن وجد العنابي نفسه على رأس الهرم الآسيوي متربعا على عرش صدارة آسيا، سيدا على القارة الأكبر في العالم وزعيما للقارة الصفراء. يعود الدوري والبداية كانت في مباراة الغرافة وأم صلال التي شهدت تطبيق الفار للمرة الأولى على مستوى المنافسات في دوري نجوم كيو ام بي وفي منافسات الدوري القطري للمرة الأولى تاريخيا، وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر في العالم وتطبق الآن مع عودة انطلاقة بطولة الدوري. يعود الدوري والصافرة تأتي بالبداية من خلال فريق نادي العربي، محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، اللمسة الأولى لوالفريد بوني الجديد في اللقطة الماضية، يلعب كرة في غاية الروعة مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. هي المحاولة الخطيرة إذن الأولى بالنسبة للنادي العربي، العربي المتجدد، العربي الجديد، العربي بحلته الجديدة. هل يعود العربي للأمتاد من خلال الوضعية الحالية على مستوى على كل المستويات؟ تأتي التغييرات، لم نتحدث عن تشكيلة الفريقين بعد، سنتحدث بعد هذه المحاولة. كرة في منطقة الجزاء، ويلفريد بوني من جديد يلعب الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى عند الحارس فهد يونس. فهد يونس في حراسة مرمى نادي الريان، محمد جمعة في الجهات اليسرى، غونزالو فييرا ودامي تراوري في قلبي الدفاع، وفي الجهات اليمنى يتواجد اللاعب موفق عوض أمام كل من كوم يونج جن، بالإضافة إلى اللاعب أحمد عبد المقصود، محمد بدر سيار، لوكا وريفاس، بالإضافة إلى القائد سيباستيان سوريا. هذه تشكيلة الرهيب الرياني في مباراة اليوم، بينما في الجانب المقابل العربي المتجدد بسبعة أسماء جديدة اليوم في أرضية الملعب، غابت عن مباريات الدور الأول وبانتدابات جديدة وبعمل كبير جدا يحسب لإدارة النادي المتجددة أيضا هي الأخرى، بتواجد مجموعة من الشباب الذين يقودون العربي لأحلام وأحلام العودة من جديد ربما إلى المربع الذهبي في هذا الموسم، ويعلمون بأن البوابة في مباراة اليوم. العربي محمد إبراهيم في حراسة المرمى، خط الدفاع من مرتضى أبور علي جانجي، بالإضافة إلى أحمد إبراهيم، إبراهيم ماجد ومصعب خضر على مستوى خط الدفاع، أمامهم كل من جاسر يحيى واللاعب فيكتور باسكيز، جارديل وهاشم علي وويلفريد بوني ومحمد صلاح النيل. هذه تشكيلة النادي العربي من خلال مباراة اليوم، وكما ذكرت بأن الأسماء الحاضرة في تشكيلة النادي العربي هنا في هذا اللقاء هي فيها مجموعة من الأسماء الجديدة، سبعة أسماء بما فيها الحارس الجديد، حارس تحت 23 سنة
والحديث عن محمود إبراهيم وهاشم أيضا هاشم علي لاعب منتخب الشباب المتأهل مؤخرا إلى نهائيات كأس العالم هو الآخر تحت 23 سنة في مباراة اليوم أساسيا من خلال هذا اللقاء. مباراة يديرها تحكيميا عبد الرحمن الجاسم يساعد حكم مساعد أول محمد ضرمان، زاهي الشمري حكما مساعدا ثانيا في هذا اللقاء، بينما يجلس حمد السبيعي كحكم رابع في هذه المواجهة، والسيد مولى حسين هو من يراقب الحكام في مباراة اليوم باعتماد تقنية الفار تقنية الفيديو هنا من أجل مساعدة الحكام في اتخاذ القرارات السليمة. وتدخلت التقنية في المباراة الأولى بحالة الطرد كانت على لاعب نادي الغرافة سعيد الحاج الذي طرد في مباراة فريقه أمام أم صلال، وخسر الغرافة المواجهة بعد العودة بهدفين مقابل هدف واحد. كرة لمصلحة النادي العربي الآن، دقائق الخمس الأولى منذ بداية الأحداث في شوط المباراة الأول، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة، التوغل إلى منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية دفاعية بتوقيت مميز جدا، أبعدت الكرة الماضية عادت من جديد إلى دييغو جارديل، محمد صلاح النيل يحاول لكن أيضا تغطية وإلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى رمي التماس العربي بآيمار آل جريمسون المدرب الأيسلندي الذي حقق نجاحا كبيرا جدا مع منتخب بلاده عندما تأهل للمرة الأولى تاريخيا إلى منافسات اليورو 2016، وللمرة الأولى تاريخيا أيضا وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018 وحقق نتائج إيجابية مع منتخب بلاده في الفترة التي قاد فيها منتخب إيسلندا من عام 2013 حتى العام 2018، يحقق النجاح من خلال مباراة اليوم ومن خلال أو يبحث عن تحقيق النجاح من خلال مباراة اليوم هو في هذا الموسم، ويعلم تماما بأن أقصى طموحاته هذا الموسم هو فقط مجرد العودة إلى المربع الذهبي، ويدرك أيضا بأن مباراة اليوم هي مباراة المفتاح من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، إذ أن الانتصار بالنسبة لا يقلص الفارق ما بينه وما بين الريان إلى 3 نقاط فقط. كرة بمحاولة تأتي وتسديده سهلة عند حارس المرمى محمود إبراهيم أيضا أحد الأسماء التي تأتي للنادي العربي من خلال هذا اللقاء في مباراة اليوم. 7 جولات متبقية قبل نهاية منافسات بطولة الدوري، ما الذي ممكن أن يحدث في هذه الجولات 7؟ ما هي المتغيرات الممكنة من أجل الوصول إلى المربع الذهبي؟ كيف ستكون أحوال بقية الأندية؟ ننتظر لنتعرف على بقية تفاصيل الموسم وندخل إلى أجواء هذه المواجهة هنا في لقاء الديربي ما بين النادي العربي ونادي الريان، ونعلم تماما بأن الريان في مباراة اليوم يفتقد لهداف في هذا الموسم، واحد من أبرز اللاعبين عبر كل التاريخ الذين لعبوا لنادي الريان، واحد من أبرز الأسماء دائما في مواجهات الديربي، والحديث عن رودريغو تباتا الذي يغيب عن هذا اللقاء، بينما في الجانب المقابل العربي يبدو مكتمل الصفوف مع مدربي الجريميسون. كرة بمحاولة من رمي التماس ملعوبة الكرة الماضية وصلت إلى دامي تراوري، بعد ذلك المحاولة عند الأوروبياني صاحب 32 سنة، والحديث عن كونسالو فييرا تعود المحاولة مرتدة سريعة لمصلحة النادي العربي، تمريرة لم تكن أبدا بالشكل المطلوب في اللحظة الماضية من جاسر يحيى، عادت إلى حارس المرمى فهد يونس وابعدت إلى خارج أرضية الملعب، هذا فهد ابن الحارس الكبير في كرة القدم القطرية، والحديث عن الحارس يونس أحمد أحد أبرز أعمدة الريان خلال تسعينيات القرن الماضي وأحد أبرز أعمدة أيضا المنتخب القطري خلال التسعينيات ونهاية ثمانينيات القرن الماضي. كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء، راية موجودة والتسلل في اللقطة الماضية، تعود الأمور بالكثير من الاختلافات، لقاءات الفريقين في القسم الأول من بطولة الدوري انتهت المواجهة بهدف وحيد عن طريق اللاعب محمد جمعة سجله هنالك في ملعب حمد الكبير، لكن اليوم الوضعية مختلفة تماما، العربي مختلف تماما، الإدارة تغيرت، الحضور الشاب لأبناء النادي العربي بأفكارهم الجديدة باقتراحاتهم الجديدة
بطموحاتهم الجديدة، عودة خليفة السادة، عودة أيضا مشعل المالك، الاعتماد على سعود الجاسم أحد الأسماء التي تسجل حضورها على مستوى رئاسة الجهاز الفني والجهاز الكرة في النادي العربي، بالإضافة إلى لاعب النادي السابق أيضا عبد العزيز السليطي. كل هذه الأسماء تعمل في الفترة الحالية مع النادي العربي وتبحث عن أن تكون حاضرة من خلال هذا الموسم بعودة إلى المربع والوصول بعد ذلك إلى بطولة غابت خلال السنوات والسنوات الماضية، والبحث عن ميت جديد افتقد منذ أكثر من 22 سنة للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، محاولة برمي التماس لمصلحة نادي الريان. تحدثنا عن العربي بما فيه الكفاية في الدقائق العشر الأولى، أعطينا نبدع عن الكثير من المتغيرات، بينما في الجانب المقابل لا تغيير في تشكيلة نادي الريان باستثناء وجود ريفاس أساسيا من خلال مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، اللاعب الذي جاء بديلا للأرجنتيني الذي ترك نادي الريان، وبالتالي يعود الريان من جديد للعودة لأحلامه. أبعدت الكرة الماضية على مشارف منطقة الجزاء، محاولة لمصلحة الريان، تسديدة تأتي، لكن محمود إبراهيم في المكان المناسب يتصدى اليوم، يعني لا يتواجد أساسيا في تشكيلة الفريق الوافد الجديد، أيضا حارس السابق لنادي السليلة رودريغوز، ويأتي الاعتماد على هذا الشاب محمود إبراهيم على أن يكون حاضرا على مستوى تشكيلة المدرب هال غريمسون في مباراة اليوم من خلال إحداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة لمصلحة النادي العربي، أبعدت الكرة الماضية، عادت ريانية من جديد، محاولة بتمريرة على مشارف منطقة الجزاء، التدخل يأتي والإبعاد يأتي، والكرة تعود للجانب المقابل، مرتدة سريعة لمصلحة النادي العربي أمامية، كرة طويلة سهلة عند حارس المرمى فهد يونس بيسيطر على كورته بالشكل المطلوب ويلعب المحاولة أمامية، لكن أيضا التغطية من إبراهيم ماجد. إبراهيم في الجهة اليسرى من خلال مباراة اليوم، هو في اللقطة الماضية القرار يأتي بوجود التسلل على فيكتور فاسكيز متسلل، اللاعب الإسباني الوافد الجديد أيضا إلى تشكيلة النادي العربي صاحب 32 سنة، والرجل اللي بالمناسبة في سجلاته بطولتين دوري أبطال مع برشلونة في 2009 وفي 2011 مع المدرب بيب غوارديولا، بالرغم من أنه لم يكن يلعب كثيرا لكنه كان من ضمن الأسماء التي سجلت في كشوفات النادي الكتالوني المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2009، ويتواجد الآن بعد رحلة في الدوري المكسيكي ثم بعد ذلك في الدوري الأمريكي مع نادي تورينتو الكندي، يأتي لأن يكون حاضرا في منافسات دوري نجوم كيو أم بي من خلال مباراة اليوم بقمصان النادي العربي من أجل تقديم العون ومن أجل أيضا مساندة ويلفريد بوني في المقدمة. كرة بمحاولة أبعدت اللقطة الماضية من أمام محمد صلاح، وصلت في الجهة اليمنى الكوريا الجنوبي كوم يونغ يبحث عن التقدم الآن، كوم يونغ جن يعيد المحاولة إلى غونزالو فييرا، سهلة بعد ذلك عند حارس المرمى فهد يونس، الكرة طالت، العربي أفضل في الدقائق الأولى منذ بداية أحداث هذه المواجهة، والأمور مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين، نادرا جدا بأن نشاهد تعادل سلبي. كرة بمحاولة، تسديدة تأتي، الرهيب يضع البصمة الأولى، وريفاس يثبت محبته في قلوب الريانيين في يوم فالنتاين، في يوم الحب، ريفاس يسجل صك رسمي بالمحبة. هذه الكرة الماضية وصلت إلى ريفاس، ريفاس يضع الكرة في المرمى ويعلن عن تقدم الريان مبكرا جدا، وعادات الريانية عاداتهم مع اللعيبة الجدد، ولن ينسون أبدا، لن ينسون تاريخيا المباراة الأولى للسوني أندرسون.
الاسم، وكانت في مواجهة النادي العربي مواطنه ريفاس الآن يسجل ويفتتح المباراة مبكرا منذ دقيقة 13، ويضع كرة في المرمى ليتقدم الرياني الآن بهدف مقابل لا شيء. 1-0 لمصلحة الرهيب الرياني. يا الله يا الله، بالرغم من كل الظروف، بالرغم من كل شيء، مباراة العربي بالنسبة للريان مختلفة تماما، وبالرغم من البداية السيئة على أن الريان سجل أول يبحث عن ثاني، كرة بمحاولة تصل عند محمود إبراهيم سيطر على كورته بشكل مطلوب، تعود المحاولة من جديد، وصلت في الجهات اليمنى، التقدم يأتي الآن من مصعب خضر، أمامية ملعوبة الكرة الماضية، لكن داني تراوري في المكان المناسب يتدخل يبعد المحاولة، وصلت بأقدام أحمد عبد المقصود، مرور في الجهات اليسرى بشكل مثالي جدا، لمسة بعد ذلك وصلت إلى كوميونغ، أبعدت من أمامه، عادت لمصلحة النادي الريان مرة أخرى في منتصف في ملعب المباراة، كرة بالجهات اليمنى عن طريق اللاعب موفق عوض إلى كوري الجنوبي لمحاولة أخرى، تقدم آخر، لمسة في الجهات اليمنى الآن، أمامية تأتي من سيباستيان في منطقة الجزاء، عرضية سيبا، مرور من سيبا لكن تدخل وإبعاد صافرة وخطر، وأعتقد بأنها البطاقة الأولى والإنذار في هذا اللقاء. خطيرة جدا المحاولة الريانية الماضية، والخطأ يأتي لمصلحة دييغو جاردين على الكوري الجنوبي كو ميونغ جن بقرار من حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم. هذا كوميونغ جن 31 سنة، الكرة الماضية يتدخل هنا، الحسابات تبدأ مبكرا جدا عند هايدريكس، الحسابات تبدأ مبكرا جدا بالنسبة للنادي العربي، بالرغم من البداية الجيدة بعد 13 دقيقة وجد نفسه متأخرا بنتيجة المباراة، وسجل ريفاس أوراق اعتماده الأولى هنا من خلال إحداث هذه المواجهة. قلت لكم أن قليلة جدا هي المباراة التي تنتهي بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين، آخر تعادل سلبي كان في 2012، آخر تعادل سلبي كان في 2012 ما بين الفريقين في بطولة الدوري، وهو التعادل السلبي الوحيد خلال أكثر من 12 سنة، خلال أكثر من 12 سنة تعادل سلبي وحيد فقط جمع ما بين الفريقين، كسر التعادل بأقدام الجديد ريفاس، وسجل أول أهداف اللقاء، يتقدم الريان الآن بهدف مقابل لا شيء عن طريق البرازيلي كيلمن غريفاس، صاحب 29 سنة، الرجل القادم من منافسات الدوري السعودي، لاعبا لنادي الهلال اليوم مع الريان هنا في منافسات بطولة دوري نجوم كيو ام بي. محاولة لمصلحة العربي من اجل التعديل، امامية ملعوبة الكرة الماضية، غونسالو فييرا في المكان المناسب يلعب بعد ذلك الكرة عن طريق اللاعب موفق عوض، لا زالت في ارضية ملعب لم تتجاوز خط التماس، المحاولة تعود بعد ذلك اصطدمت في اللاعب الاسباني فيكتور فاسكيز وتحولت الى خارج ارضية الملعب، المحاولة بعد ذلك الى رمي التماس عند نادي الريان. يعني تشعر ان كلما اقترب موعد الديربي هنالك اشياء كثيره تتغير في كلا الطرفين. الريان يبدو اكثر ثقه في مباريات الديربي من النادي العربي خلال السنوات الماضيه، ولو ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي في مباراه الاياب في القسم الثاني من بطولة الدوري انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمصلحة النادي العربي. كرة بمحاولة أمامية تصل عند فيكتور باسكيز، وبعدت الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية ملعب، رمي التماس بأقدام محمد صلاح النيل، محاولة التقدم من دييغو يبحث فيها المرور يلعبها، وصلت إلى محمد صلاح، تخلصت إلى خارج أرضية الميدان الآن، رمي التماس للنادي العربي، رمي التماس لنادي العربي أو لنادي الريان عن طريق اللاعب موفق. للتذكير فقط أن آخر مباريات العربي في بطولة الدوري انتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة على أم صلاح، وآخر مباريات الريان في الدوري انتهت بأكبر نتيجة للريان في هذا الموسم سجل فيها الانتصار بستة أهداف نظيفة على الإخريطيات. المباراة التي وصلت لنادي الريان الآن إلى المركز الرابع، للتذكير أيضا
العربي الفريق الوحيد مع الإخريطيات اللي لم يتعادل في هذا الموسم. العربي والإخريطيات الفريقان الوحيدان اللذان لم يسجلا أي حالة تعادل في هذا الموسم من خلال المباريات الماضية. العربي فاز في 7 وخسر في 8، بينما نادي الإخريطيات في مباريات انتصر في لقاء وحيد فقط وخسر في 14 مواجهة جمع 3 نقاط، واقترب كثيرا من مرحلة تؤدي إلى هبوطه لأندية الدرجة الثانية. محاولة لمصلحة الريال مرة أخرى، كرة في المرمى، الكوري الجنوبي جنن المدرج وأصاب الحيرة والذهول في المرمى العرباوي، يسجل الهدف في الثاني. شوف الكرة الماضية تقدم وبالقدم اليسرى يضرب، هز أركان كل الثوابت في العربي دمر ما كان مخططا له، يسجل الهدف الثاني ويضع كرة في المرمى ليعلن عن التقدم الآن بهدفين نظيفين. قلت لكم كلما تعلق الأمر بمباراة الديربي الريان يختلف تماما عما كان عليه قبل ذلك، تشعر أنه أكثر ثقة من أجل تحقيق الانتصار. في الجانب المقابل الوضعية ليست بالجيدة أبدا، على الأقل من خلال النتيجة المسجلة في أول 20 دقيقة. أوه يا ريان، من كان يتوقع ذلك؟ من كان يتوقع ذلك؟ أكثر المتفائلين بالريان لم يكن ينتظر هذا السيناريو، أشد المتشائمين بالنادي العربي لم يكن ينتظر هذا السيناريو. 2-0 في أول 20 دقيقة، أول 20 دقيقة يسجل الريان أولا بأقدام رباس، ثانيا بأقدام الكوري الجنوبي الحديث عن كون يونغ جن، ويتقدم بهدفين نظيفين ليثبت بولند. إلى الآن بولند تثبت بأن درايته بدوري نجوم كيو ام بي وبالدوري القطري بكل تأكيد لها دور في مسألة قراءة المباراة واللعب على بعض الجزئيات البسيطة اللي ممكن تؤثر على نتيجتها، يؤثر بشكل كبير ويتقدم بهدفين نظيفين. من الإيراني الآن محاولة من مرتضى علي جانجي، أبعدت الكرة الماضية وصلت إلى خارج أرضية الملعب، لا سالت في أرضية الميدان، أبعدها غونسالو فييرا، تعود بعد ذلك إلى الإيراني مرتضى لاعب منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، وقبل ذلك لاعبا أيضا على مستوى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، الرجل القادم من منافسات الدوري البلجيكي لكرة القدم مع نادي أوبن بعد أن لعب موسمين، موسم الماضي واللي قبله مع نادي السد هنا في منافسات الدوري القطري، يسجل حضوره الآن بقميص النادي العربي ويستقبل هدفين في أول مواجهة بقميص العربي. كرة محاولة لمصلحة النادي العربي الآن، فرصة من أجل التقليص، كرة على مسافة بعيدة، يتقدم الآن، يسدد فاسكيز لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، كرة فيكتور فاسكيز تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. هذه السلام يا سلام، صعبة جدا على محمود، الهدفين صعبين على محمود إبراهيم، لذلك يأتي التقدم الآن بهدفين نظيفين من خلال أحداث هذه المواجهة. على طول الرياني بعد أول 20 دقيقة يزداد التفاؤل ليبدأ العزف على وتر خمسات المواسم الماضية، خماسيات المواسم الماضية. عربي من أجل أن يتجنب، من أجل أن يعود، يجب أن يسجل قبل هدف قادم آخر ربما للريال. الريال بمرتداته صعب جدا، خطير جدا، يصل يسجل، يضع كرات في المرمى بأقل لمسات، بأقل مجهود وبأقل نسبة استحواذ، يعمل السهل الممتنع
وكرة القدم سهلة ممتنعة، كرة لمحاولة ملعوبة لكن أيضا تغطية وإبعاد في اللقطة الماضية، تعود المحاولة من جديد لمصلحة النادي العربي. أمامية تصل إلى محمد صلاح النيل، بعد ذلك عن طريق ويلفريد بوني وصلت الكرة في منتصف في ملعب المباراة، فاسكيز يلعبها أمامية أو هذا البرازيلي دييغو جارديل، طالت على فيكتور فاسكيز وصلت سهلة إلى حارس المرمى فهد يونس. سهلة عن فهد يونس، هي المحاولة الأولى اللي كانت في شوط المباراة الأول عن طريق ويلفريد بوني، هي كانت المحاولة الأخطر بالنسبة للنادي العربي، استبشر بعدها العرباوية خيرا من خلال هذا اللقاء، لكن بعد ذلك الأمور تحولت بالكامل في الجانب المقابل، ويجب أن يعي العربي تماما بأن مفتاح المربع في مباراة اليوم لعيبته إدارته مدربه، يجب أن يعلموا تماما بأن مفتاح المربع في مباراة اليوم. قبل المباراة العربي 21 نقطة، الريان 27، ما بينهم النادي الأهلي اللي عنده 26 نقطة، وبالتالي يعلم نادي الريان بأن مسألة التفريط بأي نقطة قد تكلف عن الخروج من المربع الذهبي والمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم. في الجانب المقابل يدرك النادي العربي بأن خسارة مباراة اليوم سترفع الفارق إلى 9 نقاط، وبالتالي صعوبة اللحاق في مباريات الست المتبقية، صعب جدا أنك تعوض فارق 6 نقاط في 6 مباريات. كرة بمحاولة تأتي فهد يونس، تخيل تعوض 9 نقاط في 6 مباريات ولا تعوض 3 نقاط فقط فارق في 9 مباريات، وبالتالي هذا الأمر يدركه تماما ويعلم العربي بأنه إذا ما أراد الوصول للمربع يجب أن ينتصر في مباراة اليوم، وإلا بأن فرصة المربع ستنتهي بشكل كبير جدا من خلال هذا الموسم. ركنية ثانية للعربي ملعوبة في منطقة الجزاء، طالت من أمام الجميع وصلت بعد ذلك إلى خارج أرضية ملعب، لا والله قبل ما تطلع في توقيت مثالي جدا يتدخل في الكرة، والمحاولة الماضية محمد بدر سيار تغيير كامل اتجاه اللعب، محاولة تصل الآن للنادي العربي داخل منطقة الجزاء، عرضية داخل المنطقة لكن تغطية وإبعاد لا زالت مستمرة. دييغو جارديل يلعب المحاولة رأسية في المرة الأولى، ويلفريد بوني دامي تراوري في المكان المناسب، تعود المحاولة من جديد وصلت لمصلحة النادي العربي، أبعدت بأقدام كو، بعد ذلك عن طريق اللاعب أحمد إبراهيم بالجهة اليسرى، محاولة تأتي بأقدام فيكتور باسكيز، ثم بعد ذلك تغيير الاتجاه اللعب إلى داخل منطقة الجزاء في المكان المناسب غونزالو فييرا، بالمناسبة أيضا للتذكير بأن النادي العربي يلعب اليوم بخمس لاعبين محترفين أو أجانب، بينما نادي الريان يلعب بأربعة. ليش طيب الريان ما عنده يعني؟ لا، الريان إلى الآن بظل اعتماد القانون الجديد باعتبار أو بتسجيل لاعب عربي في كل نادي، لاعب عربي غير الأربعة المسجلين، واحد آسيوي واحد عربي وثلاثة محترفين من خارج القارة. على كيف العربي مثلا في مباراة اليوم يعتمد على اللاعب اللي هو الحديث عن أحمد إبراهيم لاعبا من خلال أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء كلاعب مثلا عربي، يعتمد على مرتضى وعلي كانجي كلاعب آسيوي، بالإضافة إلى ثلاث لاعبين برازيليين وإيفاري. كرة بمحاولة عرضية تصل إلى فهد يونس، لكن القرار يأتي لأن إلى الآن الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا لا يحق لها تسجيل محترف خامس، لا نعلم إذا ما كان سيستمر هذا القرار إلى نهاية الموسم أو أن هنالك بعض الأمور الأخرى اللي ممكن أن تحدث من خلال اعتماد تسجيل اللاعب العربي، لأن العربي نادي الريان إلى الآن لم يعني ينتهي من إجراءات تسجيل اللاعب حمرونيو غارتا. كرة بمحاولة الآن يصل لمصلحة محمد جمعة، أمامية من محمد لكن أيضا تغطية دفاعية عن طريق القائد أحمد إبراهيم، لمسة بعد ذلك لم تكن بالشكل المطلوب، وبعدت تحولت إلى خارج أرضية الميدان ووصلت إلى رمي التماس، تعود المحاولة من جديد لمصلحة النادي العربي. إذا الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا لا يشملهم قرار اللاعب العربي،
قبل بداية القسم الثاني أو بعد التوقف. الاتحاد القطري لكرة القدم اعتمد هذا الأمر، كرة بتسديدة قوية جدا لكن فهد ما تونس يواصل التألق في مباراة اليوم، وهو أيضا استكمال لتألقه خلال المباريات الأخيرة الماضية التي استلم فيها المكان الأساسي على مستوى حراسة المرمى في تشكيلة نادي الريان. كرة بمحاولة تدخل يأتي وبطاقة صفراء على محمد جمعة، بطاقة صفراء تظهر على محمد جمعة. هذا الرجل الحاضر أمام الأهلي بالمناسبة سبق وأن لعب للفريقين، وتاريخيا هنالك مجموعة من الأسماء التي لعبت للفريقين، بدأها عادل الملا خلال تسعينيات القرن الماضي ثم استمرت بعد ذلك مجموعة الأسماء. خلفان إبراهيم أيضا من الأسماء التي تلعب للفريقين في أرضية ملعب محمد صلاح النيل، أحمد عبد المقصود، حامد إسماعيل، موسى هارون، معاذ يوسف من الأسماء التي لعبت للفريقين، محللنا أيضا والزميل بشار عبد الله من الأسماء التي لعبت للفريقين، بالإضافة إلى المغربي وشعيب المباركي أيضا هو من الأسماء التي لعبت للفريقين. هذه من الأسماء التاريخية التي لعبت للفريقين خلال السنوات والسنوات الماضية عبر منافسات بطولة الدوري. كرة بصافرة موجودة وخطأ لمصلحة النادي العربي الآن، محاولة من أجل تقليص الفارق، وصلت الكرة بعد ذلك عند جارتيل، أرضية في منطقة الجزاء ورأسية تأتي من أحمد إبراهيم، لكن كرة القائد إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس فهد يونس. ركلة مرمى عند فهد يونس، هذه محاولة دييغو جارتيل والتسديدة التي تصدى لها فهد بشكل مناسب جدا وأبعدها بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الميدان. فهد في المكان المناسب، الرجل الذي يحمل الكثير من مميزات وصفات حارس المرمى المتألق، هو ابن الوز عوام، ابن الوز عوام والد يونس أحمد، واحد من أبرز الأسماء التاريخية في حراسة المرمى ليس فقط في كرة القدم القطرية ولكن على مستوى خليجي وعربي. يونس قدم الكثير والكثير لنادي الريان وكذلك بالنسبة لمنتخب قطر. اليوم يقدم ابنه واحد من هذه الأسماء الكبيرة الرائعة من خلال أحداث هذه المواجهة والتحديد في هذا الموسم، والحديث عن الحارس فهد يونس. كرة المحاولة الآن ملعوبة في الجهة اليسرى، تغطية حاضرة وإبعاد في اللقطة الماضية، كرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان، لمسة بعد ذلك ركلة مرمى العربي، نسبة استحواذ أكثر 53 مقابل 47 لنادي الريان، لكن فعالية الريان أفضل. هو صعب جدا الريان، يعني يضيف على القائمة ريمس، قائمة الريان ريمس، وبالتالي لاعب واحد سهل جدا أن يتأقلم مع المجموعة. عموما كرة بمحاولة أخرى تسديدة تأتي، اصطدمت من الكوريا الجنوبي كوم يونغ، وصلت في الجهات اليمنى على مشارك منطقة الجزاء، محاولة مرور من سيباستيان سوريا، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في توقيت مناسب. تعود المحاولة مرتدة لمصلحة النادي العربي في الجهات اليمنى، محاولة تقدم تأتي من اللاعب في اللقطة الماضية هاشم علي، لكن أيضا يضطر للعودة. وصلت إلى دييغو جارتيل، لمسة إلى اللاعب فاسكيز، فيكتور فاسكيز، محمد صلاح النيل يسقط في أرضية ملعب، وحكم المباراة عبد الرحمن الجاسم يعلن عن وجود الخطأ لمصلحة محمد صلاح. محمد صلاح لاعب قدم مستوى جيد في أول 15 جولة قبل التوقف، وهو بالمناسبة هداف النادي العربي في هذا الموسم برصيد 6 أهداف، بينما يغيب رودريجو تباتا هداف نادي الريان بستة أهداف من خلال مباراة اليوم. عموما الكرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والكرة بعد ذلك مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية ملعب مرتضى بور علي غاندي، يطالب بركلة الجزاء هو حكم المباراة يعلن استمرارية اللعب. يطلب التوقف من أجل التأكد فيما لو كانت هناك ركلة جزاء أو لا. يأتي القرار بصحة قرار حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم،
لا وجود لركلة جزاء لمرتضى. محاولة الآن عن طريق ويلفريد بوني. غونزالو بييرا في المكان المناسب يلعب الكرة تصل لأقدام محمد جمعة أمامية ملعوبة الكرة والمحاولة الماضية لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد. رهيم ماجد أمامية كرة إبراهيم تخلصت عادت من جديد لمصلحة نادي الريان. محاولة عن طريق داني تراوري يلعبها إلى موفق عوض لمسة بعد ذلك عن طريق الكوري الجنوبي شكل مثالي جدا وصلت إلى موفق في الجهة اليمنى يتقدم موفق عوض عرضية تأتي اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان. المحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى ركلة ركنية على إزار حارس المرمى محمود إبراهيم. ما الذي ممكن أن يفعل آل جريميسون هذا الرجل الحاضر أمامنا الآن في 12 دقيقة متبقية قبل نهاية أحداث هذه المواجهة في الجانب المقابل؟ يبدو بولند يسيطر على الأمور بشكل مميز جدا على الأقل ينجح في أن يبعد الخطر عن مرمى فهد يونس ويقترب شيئا فشيئا من تسجيل الثالث. يضرب في المرتدات يصل بشكل مميز يحاول يقدم أداء جيدا في مباراة اليوم يعكس صورة على الأقل لم تكن متوقعة بالنسبة لجماهير نادي الريان ولو أن الوضعية قبل بداية المباراة كان فيها تفاؤل. كرة بمحاولة من ركنية في منطقة الجزاء أبعدت الكرة الماضية. وبيني وبينكم الريان اللي تسأله عن المباراة جوابه معروف يقول لك ترى كالعادة يعني ما في شيء لكن هو على يقين بأن المباراة ليست سهلة ويعلم تماما بأن وضعية النادي العربي تغيرت عما كان عليه. كرة بمحاولة تأتي لكن حارس المرمى محمود إبراهيم وضعية العربي تغيرت عما كانت عليه قبل ذلك ومتخوف لكن من متى الرياني يبين لك انه خايف ابدا وما يحدث في مباراة اليوم خير دليل على ذلك. فالريان يقدم اداء كبيرا ويتقدم بنتيجة المباراة بهدفين واعيد واكرر كلما حان موعد الدوري تشعر ان النادي الريان يكتسب ثقة كبيرة جدا بينما في الجانب المقابل العربي لا اعلم ما الذي يحدث بالنسبة له. كرة بمحاولة مرور وتقدم سهلة عند حارسي المرمى فهد يونس سيطر على كورته في اللقطة الماضية 2-0 النتيجة التي لم تظهر أيضا إلا في عام 2016 أو آخر مرة كانت في 2016 يومها الإسباني سيرجيو غارسيا هو من سجل هدفي نادي الريان هنا في هذا الملعب في إطار منافسات بطولة الدوري وفي الجولة رقم 19 من بطولة الدوري بينما يأتي الوضع الآن بهدفين مقابل لا شيء بالنسبة لنادي الريان لكن عن طريق لاعبين مختلفين. كرة بمحاولة فرصة في الجهة اليمنى التقدم يأتي عن طريق مصعب خضر عرضية في منطقة الجزاء لكن أحمد عبد المقصود يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة الماضية تعود المحاولة تخلصت بأقدام غونزالو فييرا وصلت في منتصف ملعب المباراة حكم يشير بالاستمرارية لا وجود للخطأ في اللقطة الماضية أمامية ملعوبة الآن لمصلحة النادي العربي الفريق الذي يبحث عن تقليص الفارق والتدخل يأتي والبطاقة الصفراء من عبد الرحمن الجاسم في اللقطة والكرة الماضية وتظهر على اللاعب البرازيلي لوكا بريتو. لوكا يحصل على بطاقة صفراء 28 سنة للوكا البرازيلي القادم من الدوري البرازيلي لكرة القدم الرجل الذي حقق لقب بطولة الدوري هنالك في بلاده مع نادي كروزيرو ويعود الآن يحلم طبعا لكن يعلم تماما بأن الحلم لن يكون في هذا الموسم ربما يتأجل للموسم القادم. كرة بلمسة في الجهة اليمنى الآن لمصلحة النادي العربي 8 دقائق قبل نهاية احداث شوط المباراة الأول عرضية داخل منطقة الجزاء محاولة خطيرة تأتي لكن كو في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة والمحاولات الماضية عرباوية مرة أخرى أمامية داخل المنطقة غونزالو فييرا رجل مدافع كألف حقيقة يقدم أداء متميز جدا ويواصل حضوره للموسم الرابع على التوالي
بقميص نادي الرياض قادما في موسم 2015-2016، الموسم اللي حقق من خلاله الرياض بطولة الدوري بعد غياب 20 عام. يعود الآن لأن ينجح مرة أخرى الفوزي مع هذا الرجل ومع أيضا اللاعب الآخر الكوريكو. كرة المحاولة في منطقة الجزاء الآن، عودة بالكرة والمحاولة الماضية، لمسة تأتي أبعد تخلصت عدد في الجانب المقابل، مرتدة عن طريق الكوريا الجنوبي. كور يونغ جن يبحث عن مساندة، يضطر العودة إلى موفق عوض. موفق يلعب كرة في الجهة اليمنى مرة أخرى عن كور يونغ جن إلى غونسالو فييرا، محاولة أمامية لكن أيضا أحمد إبراهيم في المكان المناسب. تصل الكرة بعد ذلك في منتصف في ملعب المباراة بأقدام دييغو جارديل إلى باسكيز، فيكتور باسكيز إلى مصعب في الجهة اليمنى، محاولة عند هاشم، هاشم علي يتقدم، محمد صلاح النيل لكن أيضا تغطية وإبعاد مرة أخرى لمصلحة النادي العربي. كرة بأقدام موفق عوض وهي صعبة، والأمور بحاجة إلى الكثير والكثير من العمل، ولا أحد يمكن أن ينكر ما قامت به إدارة النادي العربي خلال الفترة الماضية، وبالتالي بحاجة إلى بعض الوقت من أجل أن يصلوا إلى المبتغى ويحققوا ما يصبوا إليه. اليوم الوضعية في أرضية الملعب غير مطمئنة بالنسبة للجماهير وغير مرضية للمحبين ولو أن الوقت لا زال مبكرا وهذه هي المباراة الأولى، لذلك لا خوف حقيقة. كما ذكر عمل مميز جدا عن استقطاب مجموعة كبيرة من اسماء، مصعب خضر يعود للنادي العربي، رحيم ماجد في 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 صفقة انتقال، يأتي ويلفريد بوني، الاعتماد على فيكتور فاسكيز، الحصول على خدمات اللاعب هاشم علي، الحصول على خدمات مرتضى محمد أبو علي كانجي، الحصول على خدمات الحارس أيضا الآخر اللي هو يعني رودي كروز، وبالتالي عمل كبير من خلال الأسماء اللي موجودة. واضح بأن إدارة العربي خلال فترة التوقف عملت بشكل مميز جدا، وبالتالي نجحت في أن تستخدم هذه الأسماء. كرة لمحاولة ويلفريد بوني، بوني أوهو، خطيرة جدا المحاولة الماضية، كان ممكن أن يطرق أبواب الحب في يوم الحظ، لكن كرة تمرت بجوار القائم، خطيرة جدا كرة ويلفريد بوني، وبالتالي استمرت الأمور بهدفين مقابل لا شيء. حلوة حلوة كرة ويلفريد بوني، ويبدو بأن هنالك ركلة ركنية، لكن حكم المباراة أشار باستمرارية اللعب لتعود المحاولة لمصلحة نادي الريان، ولتظهر البطاقة الصفراء الآن، البطاقة الصفراء على دييغو جارديل، بطاقة صفراء على دييغو جارديل، هذا الرجل الذي يستمر هو مع أحمد إبراهيم في تشكيلة الفريق بعد الاستغناء عن اللاعبين آخرين أيضا في تشكيلة النادي العربي من خلال هذا الموسم، والاعتماد أيضا على أسماء ثلاثة جديدة، والأمور مع المدرب آل جريميسون، المدرب الإسلندي، أول مدرب إسلندي في تاريخ بطولة الدوري، كما أن بولند أويغون أيضا هو أول مدرب أو المدرب التركي الوحيد، جاء في 2013 مع نادي أم صلال، حقق نتائج إيجابية، استمر لمدة 3 مواسم، رحل، عاد بعد ذلك مدربا لنادي الغرافة، ورحل ويعود هذا الموسم أيضا مدربا لأروى برينا، أروى برينا المدرب الأرجنتيني الذي غادر نادي الريان، وبالتالي الوضعية الحاضرة من خلال هذا اللقاء فيها المدرب الوحيد تاريخيا في بطولة الدوري الإسلندي، والمدرب الوحيد أيضا تاريخيا والأول التركي في منافسات بطولة الدوري القطري لكرة القدم منذ انطلاقته رسميا واعتماده رسميا في بداية سبعينيات القرن الماضي. تغييرات المدربين أمر عليه الكثير من علامات الاستفهام، 4 أندية فقط حافظت على مدربيها وصولا إلى هذه الجولة، أربعة مدربين. شحانية صاحب المركز 9، سيلية صاحب المركز 3، ودحيل أو عفوا السد صاحب المركز 1،
بالإضافة إلى الغرافة صاحب المركز الثاني. كرة فيها محاولة مرور التقدم، سقوط في أرضية ملعب حكم يشير بالاستمرارية، ويبدو بأن مدرب نادي الغرافة في طريقه إلى مغادرة النادي والحديث عن المدرب الفرنسي بوكوف. كرة في محاولة في الجهة اليمنى، موفق عوض أمامية الكرة لكن أيضا تغطية وإبعاد في توقيت مناسب جدا. التدخل يأتي من إبراهيم ماجد، تعود المحاولة للنادي العربي في منتصف في ملعب المباراة، العوبة عند اللاعب محمد صلاح النيل. كرة إلى مصعب خضر، عرضية من مصعب في منطقة الجزاء، لكن أيضا التدخل بشكل مثالي ومميز يأتي عن طريق داني تراوي، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان والمحاولة إلى ركلة ركنية. داني تراوي الرجل الذي حقق لقب بطولة الدوري مع نادي الأخوية السابق كانت حيف حاليا، بينما هنا الكرة التي كان يطالب من خلالها هاشم علي بوجود ركلة جزاء وحكم المباراة. إلى الآن يقدم أداء مميز جدا ويصل بالمباراة في شوطها الأول إلى بر الأمام، ولم يكن بحاجة للعودة إلى الفار. الكرة بمحاولة تأتي راسية وإبعاد في اللقطات الماضية، وصلت عند سيباستيان سوريا بالخطأ من سيباستيان فيكتور باسكيز إلى هاشم علي داخل منطقة الجزاء. هاشم يبحث المرور لكن أيضا سيبا في التغطية، تعود المحاولة عرضية مرت من أمام الجميع، طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى هداد يونس، هذا صاحب 51 سنة الإسلندي اللي بالمناسبة يعني عنده خبرة تدريبية ليست أعتقد أيضا إنما فيها ركلة الكرة الماضية يبدو أنها لم تلمس يد فهد يونس. تتحدث عن هالجريمس بدأ التدريب وعمره 26 سنة، 26 سنة في عام 1993 بدأ التدريب سنة 93 هالجريمس، عمل مساعدا ثم بعد ذلك في 2011 مع مدرب منتخب إسلندا، قبل ذلك كان مدربا لمنتخب النساء ويعمل أيضا العديد من الأندية على مستوى منافسات الدوري دوري بلاده، ثم وصل إلى أن يكون حاضرا لأن يعمل مساعدا في عام 2011 مع مدرب منتخب إسلندا، ثم بعد ذلك قاد المنتخب الأول في عام 2013 ونجح بتحقيق نتائج إيجابية ومميزة. كرة بمحاولة تأتي يخوض تجربته الأولى خارج بلاده، مرتدة لمصلحة نادي العربي، محاولة من هاشم يلعب الكرة إلى ويلفريد بوني، وصلت داخل منطقة الجزاء، البحث والتقدم يأتي وهذا محمد صلاح النيل، محمد صلاح إلى هاشم علي، تعود المحاولة من جديد إلى فيكتور باسكيز في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في اللقطة الماضية. عربي أفضل، سيطرة أفضل وأكبر من نادي الريان، لكن الريان يحقق المهم بل والأهم ويتقدم بنتيجة المباراة بهدفين مقابل لا شيء. كرة بمحاولة أمامية، دامي ترامري في المكان المناسب يعود بالمحاولة الماضية مرتدة لمصلحة نادي الريان، وصلت عن طريق محمد بدر سيار، لمسة أمامية ملعوبة صافرة موجودة، وخطأ يأتي يبدو على اللاعب يا جاسر يحيى هو من يرتكب الخطأ في اللقطة الماضية. الوقت الأصلي ينتهي، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع. مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، الأمور مستمرة هنا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لمصلحة نادي الريان، سجلها مبكرا كرة محاولة فرصة لهدف آخر، صافرة موجودة وخطأ يأتي في اللقطة الماضية على سيباستيان سوريا الذي يحتج على قرار حكم المباراة باعتبار أنه يرى بأن اللعبة لا وجود فيها للخطأ. عموما الأمور تأتي بعد ذلك بقرار من عبد الرحمن الجاسم بوجود الخطأ. تعود المحاولة لمصلحة النادي العربي، دقيقتين كوقت بدل ضائع بالنسبة لنادي أو بالنسبة لشوط المباراة الأول. كرة تصل لمصلحة نادي العربي، بداية الريان فاجأ الجميع عن طريق الفنزويلي ريباس وسجل الهدف الأول، ثم بعد ذلك الكوري متابعي قنوات الكاس إنما كنتم نستعيد الصوت والصورة هنا من ملعب الإنجازات والبطولات، للملعب الذي حمل الذهبية الأولى لكرة القدم القطرية على مستوى الآسياد، من الملعب الذي
احتضن معظم مباريات منتخب قطر في كأس الخليج 17، وحقق العنابي لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه من الملعب الذي انطلقت منه المواهب، من الملعب الذي تفجر منه زعيم كرة القدم القطرية وارتقى سلم المجد ليصبح النادي العربي الأخير المتوج بلقب بطولة كأس دوري أبطال آسيا في عام 2011. ومن الملعب الذي يحتضن مرة أخرى هذه المرة آسياد آسيا بعد التتويج بلقب بطولة كأس آسيا. مشاهدينا أينما كنتم، نعيد مرة أخرى الصوت والصورة ونذكر بأن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم النادي الريان بهدفين مقابل لا شيء من خلال قدم اللاعب الفنزويلي ريباس في الدقيقة رقم 13، ثم بعد ذلك الكوري الجنوبي بتسديدة في غاية الروعة من خارج منطقة الجزاء سجل فيها الهدف الثاني. تشكيلة الفريقين مرت من أمامكم قبل لحظات، لا ضرر من التذكير، فأن الريان بفهد يونس المتألق في حراسة المرمى، غونزالو فييرا ودامي تراوري، محمد جمعة وموفق عوض، كوم يونغ وعبد المقصود، محمد بدر سيار، والبرازيلي لوكا أمامهم سيباستيانو ريفاس، في الجانب المقابل محمود إبراهيم في حراسة مرمى النادي العربي، مرتضى محمد علي بورجان، أحمد إبراهيم، إبراهيم ماجد، مصعب خضر، جاسر يحيى، بالإضافة إلى اللاعب فيكتور فاسكيز ودييغو جارتيل، أمامهم هاشم ومحمد صلاح والإيفواري ويلفريد بوني. هذه هي تشكيلة الفريقين كأسماء مميزة جدا حاضرة في النادي العربي، لكن ننتظر الآن نتيجة، ننتظر النتيجة. كرة بمحاولة عرضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى يبدو ركلة مرمى أو ركلة ركنية. ما هي الأشياء التي تحدث عنها المدرب هاري جريميسون مدرب فريق النادي العربي؟ وفي الجانب المقابل ما الذي ذكره بولنت أويغون مدرب نادي الريان من أجل الاستمرار على نتيجة المباراة؟ وفي الجانب المقابل من أجل العودة إلى اللقاء على الأقل بهدف تقليص الفارق، محاولة من ركنية في المنطقة أبعدت الكرة الماضية، تعود بعد ذلك بصافرة من عبد الرحمن الجاسم الذي يعلن عن وجود الخطأ. يعني الإسباني فيكتور فاسكيز إلى الآن شوف هذا فيكتور فاسكيز، لكن يعني بنيته شكله يا رجل ما في شيء يبين أنه إسباني. حتى صلعت واحد من رابع، ما في شيء يبين أنه إسباني. فيكتور فاسكيز نشاهده إلى حتى لمسته للكرة إلى الآن لم يقدم من خلالها الأداء الجيد الذي يثبت فعليا بأن هذا الرجل قادر على تمويل ويلفريد بوني ومحمد صلاح بالشكل المطلوب من أجل تسجيل الأهداف. لننتظر، هي المباراة الرسمية الأولى بغض النظر عن بعض التجارب وبعض الوديات، لكن الدخول على المحك الرسمي يختلف تماما. الانسجام بحاجة إلى الوقت، ومجموعة 7 عناصر جديدة على تشكيلة الفريق، وهي أتت من كل حجب وصوب، من الصعب جدا أن تحظى بذلك الانسجام خلال أول مباراة، وبالتالي تدريجيا ممكن أن يجني العربي ثمار هذا التغيير خلال الفترة المقبلة وبدءا من الموسم القادم بكل تأكيد. كرة عموما بمحاولة لمصلحة النادي العربي، وصلت الكرة في الجهة اليمنى، هاشم يبحث التقدم لكن أيضا تغطية وإبعاد. يبدأ العربي شوط المباراة الثاني بالضغط بالسيطرة ويواصل أيضا أفضليته كما كان في الشوط الأول، لكن الحذر أن الريان من كرة مرتدة واحدة ممكن أن يصنع الكثير من الفوارق. كرة بمحاولة، محاولة في المنطقة خطيرة لمصلحة العربي، فهد يونس باللقطة الماضية يتصدى ويبعد الخطر ويعود من جديد النادي العربي للضغط، ضغط كبير جدا مع بداية شوط المباراة الثاني. الغاية الوصول إلى تقليص الفارق، الوسيلة ربما أقدام ويلفريد بوني، ربما هاشم، ربما محمد صلاح النيل أو أي أحد مهم جدا بالنسبة للعربي إذا ما أراد العودة أن يصل إلى هدف تقليص في أول ربع ساعة. وفي الجانب المقابل الريان الرهيب الرياني، الأسد في ملعب مباراة اليوم
يبحث عن المحافظة على الشباك النظيفة على الأقل في الدقائق العشرين الأولى إذا ما أراد نقاط المباراة الثلاث والوصول بكامل الآمال من أجل الدخول في منافسات بطولة كأس قطر. خمس دقائق مرت على بداية أحداث شوط المباراة الثاني مشاهدينا أينما كنتم، والأمور تشير إلى تقدم النادي العربي بهدفين مقابل لا شيء. آخر 2-0 كانت في هذا الملعب قبل ثلاث سنوات من الآن، وبالتحديد في نفس هذا الشهر، في نفس هذا الشهر في فبراير من عام 2016 الريان فاز 2-0 عن طريق الأسباني سيرخيو غارسيا. اليوم عندنا أسباني في الملعب لكن إلى الآن لم يظهر بالصورة المطلوبة. محاولة تصل إلى هذا الإسباني لوكاس باسكيز، الرجل الذي كما ذكرت لعب للبارسا والرجل الذي انتقل بعد ذلك إلى نادي كلوب بروج في الدوري البلجيكي لكرة القدم، والرجل الذي تحول إلى أن يكون حاضرا في نادي كروز أزول في الدوري المكسيكي، ثم بعد ذلك لعب الموسم الماضي مع نادي تورنتو في منافسات الـ MLS. شنو MLS؟ في الميجر ليج سكر الدوري الأمريكي لكرة القدم، واليوم يأتي بالسن الأربعة أو 32 سنة لأن يكون حاضرا بقميص النادي العربي. كرة بمحاولة تعود لنادي الريان، أمامية ملعوبة، الكرة خطيرة جدا لكن أحمد إبراهيم في المكان المناسب أبعدها من أمام البرازيلي لوكا. عادت المحاولة بعد ذلك، أحمد عبد المقصود وجاسر يحيى، الغلبة لجاسر كاسر، نجحت المحاولة، وصلت المرتدة، الدخول إلى داخل المنطقة، هاشم يمر، أوهو الأحلام. ننتظر الرد من الريان، ما كان يصبو إليه وصل إليه، ما كان يصبو إليه النادي العربي هو أن يسجل مبكرا في شوط المباراة الثاني، ينجح في ذلك ويسجل مبكرا وعن طريق اللاعب ويلفريد بوني. لكن ياهو شغل سواه هاشم، ياهو شغل سواه هاشم علي، قدم أداء مميز جدا ومر بشكل رائع جدا، هو تلاعب وكأن محمد يتراقص في اللقطة الماضية، يراقصه كيفما شاء ليضع تمريره بغاية الروعة. الأسيست الأول والهدف الأول للاعب جديد للنادي العربي هنا بأقدام هاشم، والتسجيل والتصديق يأتي بأقدام ويلفريد بوني اللاعب القادم من نادي سوانسي سيتي، هنالك في أندية الشامبيونشيب عبر منافسات الدرجة الإنجليزية الأولى. كرة إلى خارج أرضية الملعب، خذ لك مباراة، خذ لك ديربي، خذ لك ديربي لنستعيد معه ذكريات زمن مر، ذكريات زمن مضى، وليعود مرة أخرى حديث المجالس. ريفاس طالت الكرة على الفنزويلي، طالت الكرة الماضية على اللاعب الفنزويلي جيلمن ريفاس، رجل الذي كما نعلم تماما بدأ مسيرته في عالم كرة القدم الخليجية بداية مع نادي الاتحاد، اليوم أيضا يعني ممكن أن يلتقي بمدربه السابق كنيدا المدرب الموجود حاليا مع نادي أم صلال، لكن خلال جولات قادمة الأول العربي خلص مهمته مع أم صلال، العربي خلص مهمته مع أم صلال. عموما ريفاس قادم من الدوري السعودي بعد أن لعب للهلال، لعب في الإمارات أيضا مع نادي الشارقة لمدة موسم، ويأتي الآن أيضا مع واحد من الأندية العربية الخليجية الكبرى مع فرقة الأحلام أو عفوا مع نادي الريان. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء، فهد يونس في المكان المناسب يتصدى، فهد يونس الكرة الماضية، تعود المحاولة من جديد الآن لمصلحة نادي الريان، التراجع غير مبرر للريان، غير مبرر
في مباراة اليوم كرة بمحاولة مرور هاشم بالتغطية من خلال اللقطة الماضية. لاعب قدم أداء متميز وكبير مع منتخب قطر للشباب عندما نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة في العام القادم. هذا الرجل اللاعب الذي يحظى الآن بفرصة أن يكون حاضرا أساسيا وهو يستحق ذلك وأثبت ذلك على الأقل خلال 55 دقيقة مرت منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول والثاني. كرة عفوا من عمر المباراة كرة عن طريق لوكا البرازيلي على التنفيذ الآن ركلة حرة على يمين حارس المرمى الحارس محمود إبراهيم محاولة لمصلحة نادي الريان فرصة يبحث من خلالها عن قتل المباراة. هدف رياني يعني بأن الأمور تحسن في مباراة اليوم. كثيرا من الأشياء ستتغير لو سجل الريان يقتل المباراة ويحسم نقاط المباراة الثلاث. محاولة بأقدام لوكا في منطقة الجزاء خطيرة الكرة لكن بعيدة تحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. هذا لوكا صاحب 28 سنة بالمناسبة هو أصغر محترف أو أجنبي في تشكيلة نادي الريان. غونزالو فييرا 32 سنة الكوري 31 ريباس 29 لوكا 28 بينما في الجانب المقابل أحمد إبراهيم ومرتضى بور علي جانجي كل واحد منهم 26 سنة جارديل 29 ويلفريد بوني 30 الإسباني فاسكيز 32 سنة. كرة المحاولة في الجهات اليمنى الآن من جديد وصلت إلى هاشم يبحث الدخول لكن أيضا تغطية موجودة وإبعاد لا زالت المحاولة مستمرة عرضية في منطقة الجزاء خطيرة من قصية دييغو جارديل كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى أن تكون حاضرة. ركلة مرمى عند فهد يونس وضعية اختلفت في شوط المباراة الثاني. سجل النادي العربي الآن محاولة تعود لمصلحة الريان أمامية لكن سهلة إلى حارس المرمى محمود إبراهيم. تعود النادي العربي الجديد في منتصف في ملعب المباراة محاولة أمامية لكن أيضا التغطية تأتي من دامي التراوري كرة تصل بعد ذلك في الجهة اليسرى أمامية ملعوبة محاولة الوصول إلى ريباس لكن الدولي العراقي أحمد إبراهيم في المكان المناسب. يعني اختيار إدارة النادي العربي لأحمد إبراهيم لأن يحمل شارة القيادة أمر يضعنا أمام يعني عدة تساؤلات. أولها لماذا؟ ثانيا ما هي الصفات اللي موجودة عند أحمد؟ ثالثها هل يستحق ذلك؟ هذه الإجابات موجودة طبعا بكل تأكيد إذا ما كنا نتحدث عن لاعب بقيمة أحمد إبراهيم. عموما كرة المحاولة ملعوبة لكن أيضا تغطية وإبعاد في اللقطة الماضية والكرة بعد ذلك تحولت في الجانب المقابل. إذا ما جينا للأقدمية فهذا هو الموسم الأول بالنسبة لأحمد إبراهيم مع النادي العربي. جارديل أقدم منه لكن أحمد إبراهيم عموما يقدم أداء كبير جدا. غير ذلك هنالك المواصفات الخاصة بالقائد رجل قيادي في أرضية الملعب يحمس لاعيبته أخلاقه مميزة جدا لاعب العراقي الذي يقدم أداء كبيرا جدا سواء مع منتخب بلاده أو حتى مع النادي العربي. عموما واحد من أبرز اللاعبين في النادي العربي خلال الفترة الماضية للأمانة هو محمد صلاح النيل في المباريات الـ15 الأولى. كرة وصلت إلى محمد صلاح الآن يسقط في أرضية الملعب حكم المباراة يعلن استمرارية اللعب في اللقطة الماضية بينما في الجانب المقابل يبدو بأن أمر اختيار سيباستيان كابتن للفريق أيضا منطقيا جدا في ظل غياب رودريغو تباتا. سيباستيان الرجل الذي قدم سنوات وسنوات مع الريان يصل إلى موسمه الرابع على التوالي وحاول وإبعاد وصلت في منتصف ملعب المباراة. دييغو جارديل يبحث عن التقدم الآن كرة بعد ذلك إلى فيكتور فاسكيز محاولة بلمسة في دائرة المنتصف عادت للاعب البرازيلي دييغو جارديل الذي يستمر مع الفريق الموسم الثاني على التوالي قادما من نادي آفاي في الدوري البرازيلي لكرة القدم. كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد اللقطة والمحاولة الماضية
الكرة بعد ذلك تعود لمصلحة نادي الريان. حلو أن نادي الريان نجح في امتصاص حماس لاعبين النادي العربي بعد تسجيل الهدف، بدأ يعود تدريجيا إلى المواجهة، يتجاوز صدمة هدف تقليص الفارق ويبحث عن هدف ثالث خلال اللحظات القليلة قادمة. هل ينجح في أن يصل؟ أمن للعربي كلمة أخرى، نبحث عن استعادة ذكريات زمن جميل، ديربيات الزمن الإبداعي، مباريات 3-3 ومباريات 4-4، تعادل الذي شهد في ملعب حمد الكبير في قبل 6 سنوات تقريبا من الآن، 4-4 مباراة تألق فيها أحمد أو جار الله المري، وتألق فيها أيضا خوخي معلام الذي سجل هدفين في ذلك اللقاء، وجار الله هو أيضا الآخر الذي سجل هدفين في تلك المواجهة من خلال أحداث ذلك اللقاء. لكن أيضا نبحث الآن عن أهداف أخرى في هذا اللقاء في هذا الديربي من أجل أن يستعيد بريقه وليعود حديث المجالس من جديد. محمد جمعة الآن يبحث عن التقدم، يلعب كرة على مشارف في منطقة الجزاء من ريباس، وصلت في الجهة اليمنى، تسديدة تأتي لكن اصطدمت الكرة في اللاعب اللي هو إبراهيم ماجد، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة من البرازيلي لوكا إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى محمود إبراهيم، ركنية للنادي نادي الريان، أول مباراة وأول ظهور وحارس بسن صغيرة جدا محمود إبراهيم، وتلعب مباراة الديربي أمام نادي الريان، شيء يحسب لإدارة النادي العربي وحقيقة ولهذا الحارس الذي يعني إلى الآن يثبت فعليا بأنه قادر على أن يكون حارس المستقبل بالنسبة للنادي العربي. هم الكرة المحاولة، هذا مكان ياسر خروج في توقيت مناسب جدا وسيطر على الكرة بالشكل المطلوب، ممكن أن يعيد إلى الأذهان ذلك العملاق الكبير في حراسة المرمى. والحديث عن حارس النادي العربي ونادي السد، الكرة إلى حارس الريان فهد يونس، مطالبة بلمسة يد. لا تزعل يا جمهور العربي، إذا كانت لك لمسة يد، إذا كانت لك ركلة جزاء فبكل تأكيد ستحصل عليها. الفار موجود وبالتالي القرار سيعود من جديد للتأكد في اللقطة الماضية. أنا شخصيا أعتقد بأن قرار عبد الرحمن جاسم صحيح. كرة بمحاولة الآن تصل إلى كوب، لمسة عند سيباستيان سوريا، عودة بالكرة والمحاولة الماضية في منتصف في ملعب المباراة محمد بدر سيار، عبد المقصود يلعبها وصلت إلى محمد جمعة، عادت عند البرازيلي لوكا يبحث التقدم، هل يفكر في التسديد من هذه المسافة؟ لكن أيضا غير رايه، عاد المحاولة عند لوكا أو عند أكو ميونجن، جن كرة جن طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذه المحاولة على موفق عوض لا أعتقد فيها بركلة الجزاء، وبالتالي قرار استمرارية اللعب قرارا سليما من حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم، حكم قادم بمنافسات بطولة كأس آسيا، وصل إلى الدور ربع النهائي. استمرار منتخب قطر في البطولة كان واحد من أبرز الأسباب التي أدت إلى نهاية مشوار عبد الرحمن في البطولة، هو كان مع خميس المري أيضا مع بقية الأسماء التي شاركت في منافسات بطولة كأس آسيا الأخيرة اللي بالمناسبة قدمت فيها قطر ثلاث حكام ساحة كأكثر الدول مع أوزبكستان. أوزبكستان قدمت ثلاث حكام ساحة، قطر أيضا قدمت ثلاث حكام ساحة في بطولة كأس آسيا الأخيرة، وبالتالي أثبتت فعليا بأن التطور على مستوى كرة القدم لا يقتصر فقط على اللاعبين بل يستمر ليشمل الحكام وبقية الأشياء الخاصة بهذه اللعبة. محمد بدر سيار يترك أرضية الملعب الآن كتبديل أول حاضر في تشكيلة النادي أو نادي الريان. نادي الريان يجري تبديله الأول، إذا محمد بدر سيار يترك أرضية الملعب والبديل هو عبد الرحمن الكربي المدرب التركي. بولند يجري التبديل الأول في المواجهة هنا في هذا اللقاء، وصولا عند الدقيقة رقم 65 بإخراج اللاعب محمد بدر سيار مع
من أرضية الملعب، والاعتماد على عبد الرحمن الكروبي الآن في اللحظات القادمة من أحداث في هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء. والحديث عن 25 دقيقة متبقية قبل نهاية مباراة هذا اليوم، المباراة الثانية في منافسات الجولة رقم 16. الأولى انتهت بنتيجة 2-1 لنادي أم فلال على حساب نادي الغرافة، والآن التصدي والتقدم لمصلحة الريان على حساب النادي العربي في هذا الديربي. كرة عرماوية في الجهات اليمنى، عودة بالمحاولة الماضية، الاستمرار مستمر أو الاستمرار من أجل رغبة الوصول إلى هدف التعديل، والضغط يستمر بالنسبة للنادي العربي، والريان يعتمد على المرتدات. هذه مرتدة، هذه مرتدة، أوه لم تكتمل الكرة الماضية، كانت فرصة لمصلحة نادي الريان، لكن أيضا تغطية وإبعاد. تعود المحاولة من جديد، وصلت في الجهات اليمنى، حاضرة لمصلحة نادي الريان، البحث عن من، وصلت إلى سيباستيان سورية. الكرة بعد ذلك بتغطية وإبعاد في منتصف ملعب المباراة. المحاولة تعود من جديد لنادي الريان، يعني شوية دربكة، شوية كرات تائهة ما بين لاعبي الفريقين، ثم في النهاية لا زالت في أرضية ملعب حكم المباراة يشير باستمرارية الكرة. وصلت إلى موفق عوض، موفق عوض الآن يلعب محاولة سيبا، محاولة ريباس، ريباس الكبير. يتقدم الريان الآن وبثلاثة أهداف مقابل هدف. ريباس يسجل الهدف الثاني ويصنع الآن الفارق بشكل أو بآخر، ويتقدم الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف. يعود الريان من جديد، عاد إليكم مرة أخرى، مرحبا بعودة الرهيب، مرحبا بعودة الرهيب. هذا ريباس في غياب ثباته ويسجل، وفي المباراة التي يصلح من خلالها أن يسجل هدفين ثنائية. كما ذكرت آخر ثنائية في لقاءات الفريقين كانت لسيرخيو غارسيا اللاعب الإسباني قبل 3 سنوات، لكن آخر هاتريك متى؟ لو سجل ريباس. تبديل يأتي الآن في تشكيلة النادي العربي، يخرج ويترك أرضية ملعب إبراهيم ماجد، والبديل هو فهد خلفان. فهد خلفان هو اللاعب القادم في اللحظات القليلة الماضية، يدخل إلى أرضية ملعب مكان إبراهيم ماجد. تبديل من أجل يعني تدعيم خط المقدمة بالنسبة للنادي العربي في مباراة اليوم. عموما فهد خلفان هو اللاعب البديل، هو اللاعب والتبديل الأول بالنسبة لتشكيلة المدرب الإسلندي آيمار غريميسون في مباراة اليوم. ومن خلال أحداث هذه المواجهة أصبحت 3-1 بالنسبة للرهيب الرياني. البحث الآن مرة أخرى إلى عودة فارق الهدف، ولمن بالنسبة للنادي العربي الذي بدأ المواجهة بشكل كبير جدا من خلال أحداث شوط المباراة الثاني ونجح في تقليص الفارق. لكن الريان يتعامل مع المباراة بذكاء، الريان يتعامل مع المباراة بذكاء، ومدرب بولانت ياسر جماهير الريان في مدرجات ملعب المباراة ملعب جاسم بن حمد تؤازر تشجع، يعلو صوتها في هذه الأثناء. كرة بمحاولة مرور التقدم أمامية ملعوبة لكن سهلة عند حارس المرمى محمود إبراهيم،
محمود سيطر على كرته بالشكل المطلوب، يبدأ من خلاله محاولة صافرة بعد ذلك من عبد الرحمن الجاسم يعلن فيها عن وجود الخطأ. هذا جانب من الجماهير الريانية اللي موجودة في مدرجات ملعب المباراة، جانب من الجماهير الريانية يشوف هي اليوم مباراة ديربي، نعم، وفي مواجهة النادي العربي، ولهذا اللقاء يعني حضور خاص بالنسبة لنادي الريان وجماهير نادي الريان. لكن إذا ما جاء الانتصار في مباراة اليوم، الأمر له الكثير من الأشياء الإيجابية بالنسبة للريان قبل الدخول إلى المعترك الآسيوي، أمر سيكون حاضرا بشكل أو بآخر بالكثير من الأشياء الإيجابية، القضية بالنسبة لنادي الريان قبل دخول المعترك الآسيوي انتصار في مباراة الديربي، ثم بعد ذلك الجولة القادمة الريان سيلعب مع السد، يبحث من جديد على تأكيد أحقية مشاركته هنا ووصوله إلى أدوار متقدمة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بالرغم من المعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال المباريات الـ15 الأولى هنا في بطولة دوري نجوم كيو أم بي بالنسبة لنادي الريان. كرة بمحاولة للنادي العربي أمامية ملعوبة لكن أيضا سهلة عند حارس المرمى فهد يونس، يعني الريان عليه 14 واليوم سجل في مرمى الهدف رقم 15. الريان ثاني أقوى دفاع بعد السد أو مع السد عفوا في بطولة الدوري بعد دحيل، دفاعية مميز. الريان مشكلته كانت هجومية في القسم الأول من بطولة الدوري. الوضعية الحاضرة بالنسبة لنادي الريان في المباريات ال 15 سجل فيها 22 هدف فقط، أمور لم تكن أبدا جيدة بالنسبة لنادي الريان على المستوى الهجومي. هدافه تباتا عند 6 أهداف اليوم مع وجود رباس، وبعد المباراة الأخيرة اللي نجح فيها بتحقيق الفوز ب6 أهداف نظيفة، اليوم يسجل 9 في مباراتين متتاليتين. هذا أمر سيكون في غاية الإيجابية بالنسبة لنادي الريان، الفريق الذي كان يعاني كثيرا جدا على المستوى الهجومي، لكن اليوم مع وجود روباس يبدو بأن هذا الأمر سيحل. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ، 18 دقيقة أخيرة مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، 3-1 آخر مرة كانت في الموسم الماضي هنا كفي ملعب أحمد بن علي، أو عفوا ملعب حمد الكبير، خلاص ما عاد في أحمد بن علي. نادي الريان ينتظر ملعبه الجديد بحول الله من أجل استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، لكن الموسم الماضي لقاء الفريقين في القسم الثاني انتهى بنتيجة 3-1، المباراة التي تألق فيها كاري كاري وسجل من خلالها حضورا كبيرا ونجح في أن يحقق الانتصار لفريقه على حساب نادي الريان ب3 أهداف مقابل هدف واحد. جماهير النادي العربي جاءت اليوم على أمل تحقيق نتيجة إيجابية وتجلس إلى الآن في المدرج على أمل العودة بنتيجة المباراة وتسجيل التعادل على أقل تقدير، وهي تمتلك 17 دقيقة من أجل أن تصل إلى مبتغاها، بينما في الجانب المقابل الثقة كبيرة جدا، من أين لكم هذا؟ يا جماهير الريان ويا لعيبة الريان، كيف تتم معالجة الأمور في الريان قبل مباراة الديربي في مواجهة النادي العربي كما يحدث في المواسم الماضية؟ رباس يسجل ثنائية يبحث عن هاتريك، والله الهاتريك صار فترة طويلة في لقاءات الفريقين، لم يظهر الهاتريك منذ زمن بعيد في لقاءات الفريقين. كرة عموما بمحاولة
عرضية في منطقة الجزاء لمصلحة النادي العربي، لكن توقيت مميز جدا لمسألة الدفاع والعودة بكرة مرتدة، أبعدت بعد ذلك وصلت عند اللاعب والقائد أحمد إبراهيم، لمسة عند اللاعب البرازيلي دييغو جارديل، محاولة ملعوبة أمامية الآن بمصلحة النادي العربي، كرة في الجهة اليسرى، محمد صلاح، صلاح 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 يتقدم يتوغل يلعب عرضية، لكن أيضا التغطية في التوقيت المناسب والإبعاد يأتي، والكرة بعد ذلك سهلة عند أحمد إبراهيم. منذ زمن طويل لم نشاهد هاتريك في لقاءات الفريقين في بطولة الدوري. من آخر لاعب سجل هاتريك العربي ولا للريال؟ من آخر لاعب سجل هاتريك للعربي؟ يلا ثلاث دقائق اللي جاوا وله جايزة. كرة بمحاولة عند محمد صلاح على مسار في منطقة الجزاء عرضية، لكن أيضا جونسالو فييرا سيطر على كورته بالشكل المطلوب، أبعد المحاولة والخطر من أمام المرمى ليعيد الكرة لمصلحة الرهيب الرياني، لمسة في منتصف ملعب مباراة البديل عبد الرحمن الكروبي، وصلت إلى أحمد عبد المقصود، كرة بعد ذلك بمحاولة من رباس كوم يونغ جين. شوف 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 ما الذي يفعله النادي العربي والتمريرات او عفوا النادي الريان والتمريرات اللي موجوده ما بين لاعيبته. ريباس يحاول يلعب كره في الجهه اليسرى الان، لكن ايضا تغطيه حاضره وابعاد في اللقطه والمحاوله الماضيه، عادت من جديد الى كو ميونغ جين، مرور بشكل مثالي من الكوري الجنوبي، لمسه الى ريباس، عوده بالكره الى عبد الرحمن، لمسه الى الكوري، تمريره الى الكروبي، تغيير في الجهة اليمنى عند موفق عوض، عادت من جديد إلى الكوري الجنوبي، يعود بالمحاولة إلى موفق من جديد في الجهة اليمنى، أمامية لصرت بعد ذلك باستلام يأتي من أحمد عبد المقصود. ما الذي يفعل نادي الريان في هذا اللقاء في هذه الأثناء في هذه اللحظات بهذه التمريرات المتبادلة؟ كرة بعد ذلك تصل في الجهة اليمنى، البحث عن العرضية، لوكا 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 يحاول المرور، مر يلعب الكرة العرضية، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، بعد كرة اصطدمت في فهد خلفان ووصلت إلى ركلة ركنية. تبديلين الآن، تبديلين مرة واحدة، واحد في هذا الجانب وآخر في الجانب المقابل بالنسبة لنادي الريان. يبدو بأن محمد علاء هو اللاعب القادم في تشكيلة نادي الريان، بينما عبد الرحيم يوسف هو من سيدخل إلى أرضية الملعب في اللحظات القليلة القادمة بالنسبة للنادي العربي. لاعب صغير أيضا من الأسماء الشابة في تشكيلة النادي العربي، دليل على أن العربي في طريقه للاعتماد على الأسماء الشابة خلال الفترة القادمة استعدادا للموسم القادم. محمد إذا علاء رح يأخذ مكان أحمد عبد المقصود، وفي تشكيلة النادي العربي دخل عبد الرحيم مكان جاسر يحيى. هذه التبديلات، بالنسبة للفريقين على يسار حارس المرمى محمود إبراهيم، عرضية في منطقة الجزاء، إبعاد الكرة الماضية، عادت من سيباستيان إلى عبد الرحمن الكروبي، عبد الرحمن سجل، كرة تعالت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. تسديدات على المرمى من أصل ثمانية بالنسبة للريان من خلال أهداف هذه المواجهة. نسبة فيها فاعلية تصل إلى 75% من التسديدات الستة، نجح نادي الريان في تسديد نصفها، 50% من الكرات التي وصلت إلى محمود إبراهيم دخلت المرمى، دخلت المرمى.
كرة لمحاولة لمصلحة النادي العربي الآن. في دائرة المنتصف محاولة الوصول إلى ويلفريد بوني لكن الصافرة موجودة والخطأ يأتي الآن. يعلن عنه حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم على يبدو دامي تراوري. الكرة بمحاولة للنادي العربي داخل منطقة الجزاء اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ريباس كما ذكرت يبحث عن الهاتريك، آخر هاتريك في لقاءات الفريقين يعود إلى فترة زمنية طويلة جدا بالنسبة للنادي العربي. سجل اللاعب الأرجنتيني باتيستو كرة بمحاولة خطيرة إلى خارج أرضية ملعب ركلة مرمى، بينما آخر هاتريك بالنسبة لنادي الريان كان لأنتامي سوني أندرسون في عام 2004 سجل هاتريك سوبر هاتريك، ثم سجل 5 أهداف في ذلك اللقاء الشهير. لما باتيستودا في مباراة 5-3 أيضا يوم أيضا بوشعيب المباركي رجل الذي ارتدى قميص الفريقين كان قد سجل هاتريك للنادي الريان في تلك المواجهة، ومن خلال أحداث ذلك اللقاء لتستمر الأمور منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا بدون أن يأتي لاعب يسجل هاتريك في لقاءات الفريقين. ويبحث ريبس الآن من أن يضع بصمته في هذا اللقاء ليكون اللاعب الأول منذ أكثر من 14 سنة اللي يسجل هاتريك في لقاءات الفريقين. عموما الكرة تصطدم تتحول إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى فهد يونس ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تأتي الكرة الرأسية الماضية لكن أيضا بعيدة إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى عند فهد يونس يلعب في الدقائق 9 الأخيرة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يتقدم على النادي العربي هنا في أول أو في أول أيام الجولة رقم 15 من منافسات دوري نجوم كيو أم بي. كرة ملعوبة في الجهات اليسرى محاولة تقدم لمصلحة النادي العربي لكن أيضا تغطية وإبعاد. صافرة موجودة وخطأ أمامية الآن سهل عند حارس المرمى فهد يونس. الريان ينجح في تسيير المباراة بالكيفية التي يريدها وبالكيفية التي يبحث عنها وينجح في أن يصل إلى مبتغاه بأسهل الطرق بأسهل الطرق. الأمور بالنسبة لهذا اللقاء من خلال أحداث هذه المواجهة أنا أعتقد شخصيا بأن بولن تفوق فيها على هال جريمس على هال جريمسون من خلال شوطي المباراة إلا إذا كان للدقائق 7 الأخيرة، وحتى لو حدث شيء في الدقائق 7 الأخيرة فنعتقد بولنت قدم أداء مميز جدا مع فريقه في مباراة اليوم. كرة بمحاولة مرتدة لكن أيضا تغطية وإبعاد في توقيت مناسب. مرتضى محمد بور علي جانجي لاعب ومدافع منتخب إيران آخر مباراة لعبها استقبل فيها ثلاثية من اليابان، اليوم ثلاثية من الريان. كرة طالت تحولت إلى خارج أرضية ملعب ركلة مرمى الآن.
هذا الإسلندي. تشعر أن هنالك شيء في النادي، ما تعرف إيش هو بالضبط. العربي كأسماء اليوم أنا أشوف أنه جيد جدا، جيد جدا حتى كأداء، حتى كأداء قدم أداء جيد في الكثير من الأحيان من خلال هذه المواجهة. ما أدري والله شنو علّك، ما أدري. حتى على مستوى الإدارة التغييرات التي حدثت بأفكار جديدة متجددة بأسماء شابة تقود الفريق في الفترة القادمة. موسى هارون هو اللاعب القادم في هذه المواجهة، أحد الأسماء أيضا التي تاريخيا لعبت للفريقين. موسى ابن النادي العربي بدأ مشواره في عالم كرة القدم في المراحل السنية مع النادي العربي، وبالمناسبة أيضا من زاملهم في المراحل السنية أم عبد العزيز الجاسر، عفوا عبد العزيز رحمه الله، سعود الجاسر وعبد العزيز الصليطي هو من زاملهم أيضا في المراحل السنية مع النادي العربي. اليوم يلعب ضدهم في مواجهة ناديه السابق بقميص نادي الريان، وصار لفترة أيضا مع نادي الريان اللاعب الذي دخل بديلا خلال اللحظات القليلة الماضية. والحديث عن موسى هارون، حديث عن موسى هارون آخر بدلاء المدرب التركي بولان تويغون، ثالث تبديل آخر تبديل من أجل المحافظة على نتيجة المباراة ومن أجل نقاط المباراة الثلاثة التي ترتقي بالرصيد إلى 30 نقطة متسعة عن المركز الثالث أمام السيلية اللي راح يلعب بحول الله مباراة يوم السبت مع نادي التحيل. مباراة السيلية راح تكون مع نادي التحيل يوم السبت القادم. كرة عموما بمحاولة في الجهات اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء، فهد يونس في المكان المناسب، فهد يونس يتصدى ويرتقي في اللقطة الماضية ويبعد الخطر من أمام المرمى، وبعد ذلك يسقط في أرضية الملعب. سلامات لفهد يونس، لاعب أيضا يستمر بعطائه المميز، يستمر بأدائه الجيد، يحافظ على عرينة بشكل رائع من خلال مباراة اليوم. في اللقطة الماضية فهد يونس يسقط في أرضية الميدان، سلامات إن شاء الله لفهد يونس. جانب من الجماهير الأرضوية التي بدأت فعليا مغادرة أرضية الملعب، و يعني خلاص فقدت الأمل في موضوع أنها تعود إلى المباراة. نلعب في اللحظات الأخيرة من أحداث شوط المباراة الثاني. هنا في هذه المواجهة الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يتقدم على النادي العربي. دقيقتين على نهاية شوط المباراة الثانية والوقت الأصلي من الشوط الثاني. ينتصر الريان ذهابا وإيابا حتى هذه اللحظة هنا من خلال منافسات بطولة الدوري. قد يتجدد اللقاء في بطولة الكأس، ولو أن أيضا الإدارة العرباوية تبحث بشكل أو بآخر من أن تذهب إلى مناطق متقدمة وأدوار متقدمة في منافسات بطولة كأس سمو الأمير. خسارة اليوم أضعفت وبشكل كبير جدا، بل ولربما أنهت احتمالات وصول العربي إلى المربع الذهبي، لأنها بحاجة إلى أن يسقط الريان أو نادي السيلية على الأقل، على الأقل في ثلاثة من ست مباريات قادمة على أن ينتصر
العربي في كل مبارياته، ولو أن العربي يعني مبارياته أسهل شوي باستثناء آخر لقاء له في القسم هو في بطولة الدوري اللي راح يكون مع نادي تحيل. آخر مباراة للعربي في بطولة الدوري راح تكون مع التحيل، استثناء ذلك في المباريات تبدو في المتناول. أنا أعتقد شخصيا ممكن العربي يحقق 15 من أصل 18 نقطة قادمة في هذا الموسم، قياسا على الأقل من نظرة أولى لهذه التشكيلة مع المدرب الجديد من خلال المرحلة القادمة. والتفاؤل الذي يسود بالنسبة للنادي العربي في تغييرات كثيرة ممكن أن تأتي خصوصا مع بداية الموسم القادم. 5 دقائق أضاف حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم وأعلن عنها حمد السبيعي على أحداث شوط المباراة الثاني. الوقت الأصلي انتهى، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع الآن. محاولة ملعوبة لمصلحة نادي الريان، لكن أيضا تغطية من خلفان، فهد خلفان لاعب مهاجم بدأ في الريان أيضا من الأسماء التي لعبت للفريق. انتقل في فترة من الفترات، قدم أداء جيد، كرة خطيرة سيطر عليها مرة أخرى حارس المرمى محمود إبراهيم. دامي تراوري في المكان المناسب، كرة بالخطأ بعد ذلك وصلت عند فيكتور باسكيز، يلعب المحاولة في الجهة اليسرى ويلفريد بوني على مشارف في منطقة الجزاء، كرة بتمريرة أمامية لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد. عادت المحاولة من جديد برأسية من فهد خلفان، تصل عن طريق البديل الآخر في تشكيلة النادي العربي. والحديث عن عناد الذي دخل خلال اللحظات القليلة الماضية هنا في هذه المواجهة ومن خلال أحداث هذا اللقاء، كرة عرباوية، محاولة مرور وتقدم تأتي لكن أيضا تغطية دفاعية بشكل مميز جدا. نادي الريان يقدم أداء جيدا على المستوى الدفاعي من خلال هذا اللقاء وفي أحداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة من الجهة اليسرى الآن تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لنادي الريان. الريان بثلاثين نقطة على بعد 6 نقاط عن تحيل صاحب المركز الثاني، على بعد 8 نقاط عن السد المتصدر بخطى ثابتة. يبدو بأن السد يمشي في هذا الموسم للفوز بلقب بطولة الدوري بعد غياب النسختين أو بعد غياب السنوات الماضية آخر 7 سنوات السد حقق لقب بطولة الدوري، أو آخر 8 سنوات مرة واحدة بس، ومرة كانت للريان وستة لتحيل. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء لكن أيضا دخول بتوقيت مناسب جدا، وكرة بعد ذلك وبعيدة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى ركلة مرمى أو ركلة ركنية، ركنية على يسار فهد يونس. الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع، كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا ركلة جزاء الآن في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع، يتحصل العربي على ركلة جزاء ومحمد على مع الريفاس يطالبون الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو. أعتقد ستعتمد ركلة الجزاء. هنا التدخل يأتي على مرتضى بور علي غانجي، وركلة جزاء للنادي العربي من أجل تقليص الفارق، الآن لكن الوقت متأخر جدا. المباراة في لحظاتها الأخيرة، في أنفاسها الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة حتى من الوقت بدل الضايع. ويلفريد بوني من أجل ثنائية أخرى يصل فيها إلى مرمى الحارس فهد يونس من أجل أن يسجل 5 أهداف في المباراة، ثاني أهدافه
هنا في مباراة اليوم والثانية أهداف بقميص النادي العربي لأجل أن يثبت فعليا بأن القادم أفضل في مواجهة فهد يونس. فهد لاستعادة ذكريات الأب يونس في موضوع التصدي لركلات الجزاء والترجيح، وفريد بوني بخبرة السيتيزن وسوانزي القادمة من الأراضي الإنجليزية يبحث عن تقليص الفارق الآن من أجل المباراة في لحظاتها الأخيرة. عبد الرحمن الجاسم، عبد الرحمن الجاسم يذهب للتأكد من الحالة، يذهب للتأكد من الحالة فيما لو كانت تستحق ركلة جزاء ولا لا. أعتقد إنه ما راح وهذا أمر طبيعي جدا، ما راح إلا والحكم اللي موجود أعتقد عبد الله العبدة موجود على الفيديو قال له إن هنالك احتمال بأنها ليست ركلة جزاء، ما راح إلا هنالك احتمال بأنها ليست ركلة جزاء، وبالتالي إذا كان قرار الحكم صحيح لا يتم استدعائه، إذا كان قرار الحكم صحيح لا يتم استدعائه من أجل التأكد من الحالة أيا كان القرار. لكن إذا كان في شك بقرار حكم المباراة على طول يأتي الإيحاء من الحكم الموجود على الفيديو لحكم المباراة، وبالتالي التأكد يأتي الآن. وعبد الرحمن الجاسم بعد العودة يلغي ركلة الجزاء، يلغي ركلة الجزاء. طيب ما هو القرار في مثل هذه الحالة؟ الكرة كانت بحوزة النادي العربي، الكرة كانت بحوزة النادي العربي والحكم أعلن عن وجود ركلة الجزاء. الآن يستأنف اللعب بإسقاط، يستأنف اللعب بإسقاط ما بين اللاعبين، إذا لا وجود لركلة الجزاء. والأمور بالنسبة لهذا اللقاء في طريقها لأن تنتهي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، 3-1. خلاص الوقت الأصلي انتهى، ودقائق الوقت بدل الضايع أيضا هي الأخرى انتهت، 3-1 للرهيب الرياني في مواجهة النادي العربي. هنا بعد العودة بعد التتويج بلقب آسيا تعود المنافسات المحلية، والوضعية اختلفت كثيرا عما كانت عليه سابقا. نظرة العالم إلى منافسات الدوري القطري أيضا ستختلف بحكم أنها ستشاهد أبطال القارة، ومن ثم بعد ذلك ستشاهد المنتخب العربي الأول الذي سيمثل العرب للمرة الأولى تاريخيا في منافسات بطولة كوبا أمريكا كرة. ويلفريد بوني، بوني كرة في العارضة، كرة في العارضة في اللقطة الماضية، محاولة خطيرة جدا. ويلفريد بوني لم يكن محظوظا اليوم من خلال هذا اللقاء، ولا ربما لو كان كذلك لسجل أكثر من هدف، لكن الأمور تذهب لمصلحة نادي الريان، تذهب لمصلحة نادي الريان في مواجهة اليوم بانتظار صفرة حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم. كرة تعود للنادي العربي الآن، ملعوبة أمامية داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد في توقيت مناسب. خلاص حتى ثلاث دقائق فوق الخمس، ثلاث دقائق فوق الدقائق الخمس اللي احتسبها عبد الرحمن الجاسم. نلعب الآن في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضايع معها دمرت صافرة حكم المباراة.